اسمعني بقلبك، باش نتعلمو شي درس في هاد الحياه ونضجو ضروري خاصنا ندوزو من بزاف نتاع الدروبه، درب الخذلان، درب قله الاحترام، درب قله الاهتمام، درب المضايقه ودروب اخرى اللي هي سلبيه في حياتنا. فكاين منا اللي ما تيدخل لهاد الدروبه كيبدا باش انه يعيش وسط السواد ديالها، لانه دماغه محدود وما قادرش يخرج وما معاونش راسو. وكاين منا اللي كيتعايش مع هذا الشيء اللي كيواجهه وكياخذ منه درس وتيقول هذا الدرب راه ماشي ديالي وكيخرج راسه منه، كيخرج منه براس اللي هو مرفوع انه تعلم درس واخا تضرر. فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم؟ حكايه الليله على الخذلان. وبطبيعه الحال ما غاديش نحرق لكم المراحل وغادي نقول لكم بقاو معايا باش حتى نتوما تستافدوا من درس صاحبه حكايتنا الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب. سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه، كل شيء هو هذاك. المؤنسه ديالكم اينما كنتم عادت اليكم من جديد. بغيت غير نقول لك اذا كنتي جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار دار دار. قلت اجي نبدل شي شويه وانا واقفه وكنهضر معكم بهذه الطريقه تنحس بلي انني قريبه منكم، فقولوا لي واش هكا حسن ولا لا. المهم حتى تشوفوا الحلقه تاع اليوم كامله. شوفوا ما تدوزوش هاد لابارتي حتى نقول لكم واحد الحاجه ضروريه، وباش تعرفوا كيفاش كتاثروا في اصحاب الحكايه اللي كيشاركوا معنا القصص ديالهم وكتخليو لهم التعليق ديالكم. شوفوا شنو قدرتوا تبدلوا في زينب في الحكايه نتاع ول البارح. سلام اختي اميمه، كنشكرك بزاف 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 يا ربي في هذه الليله، يا ربي يعطيك ربي ما تمنيتي ورزقك اللي تمنيتي، كنشكرك بزاف وحق الله. صراحه كنت عندي تخوف وفي نفس الوقت كنقول ماشي مشكل حيت نستاهل اي تعليق سلبي اللي غادي يضرني. راه ما يمكنش واحد الانسان مزوجه وكتخون، يعني راه من حقهم يتفاعلوا بواحد الردود اللي هي خايبه، وكنت متوقعه واحد التعليق اللي كيكونوا خايبين سلبيين بزاف، كنت متوقعه عايروني وبزاف، كنت كنقول ماشي مشكل غنقص حق قلبي وغنقرا حيت نستاهل. ولكن فاش قريت اختي امي ما التعليق راه ما يمكنش العكس تماما، راه النصائح اللي كيعطيو ما كرهتش كون كانت عندي شي رفقه بحال هاد البنات هادو، غير وحده غير صاحبه وحده، راه بزاف الحوايج تبدلوا. انا ما عنديش صحابات باش شي وحده تعطيني النصائح، وعاد الرفقه اللي ما كايناش، يعني حتى الرفقه في انا ما كايناش اللي غادي يعني تعطيني شويه ديال النصائح وداك الشيء والو. كنت متخوفه بزاف شحال من مرة، كنت خوفة نعاود القصة ديالي، ولكن صراحة ما ندمتش وحق الله فرحانة بزاف. وانا وعدت سيدي ربي وكنوعدك اختي اميمة وكنوعد كاع البنات اللي نصحوني، كنوعدهم عمري نولي نفكر ولو تشوية انني نهضر معاه، واخا يصيفط لي واخا يكون لي كان كاع داكشي اللي كيجمعنا لا نمرة ولا فيسبوك، غادي نحيدهم. وكنوعدك في هذا النهار وعمرني كنوعد سيدي ربي انني عمري نولي نهضر معاه. شكرا بزاف اختي اميمة، والله يجازيك بالخير، وشكرا كاع البنات اللي نصحوني، شكرا بزاف بزاف بزاف، الله يجازيهم بالخير. وصراحة افتخر بكم يا احسن عائلة في العالم، اللي ما يمكنش تدخلوا لهذه القناة بدون ما تاخذوا شي اجر مع هاد الناس. يا اما كلمة طيبة كتخليوها لهم، اولا كدعيو معاهم شي دعوة من القلب، اولا كتستافدوا شي عبرة من العبار. صراحة انتم نعمة، فدمتم لي شيئا جميلا في حياتي، وحتى انا دمت لكم شيئا جميلا في حياتكم. المهم هضرنا بزاف خير، ما تطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدأ. انا سميتي شيرين، عشت واحد الطفوله اللي هي مزيانه، ربوني والديا على القيم والاخلاق، واللي ماشي ديالنا راه ما تنحطوش على يدينا. دوزت طفوله اللي هي زوينه وعاديه، كبرت وسط عائله اللي محافظه، والديا حالتهم الاجتماعيه مزيانه بزاف وما خصنا حتى شي خير. بدارنا بالحوانت اللي كانوا في الملك نتاع بابا واراضي، المهم كنا ميسورين الحال. قريت حتى الباك وما نجحتش فيه، ودرت واحد التكوين ديال التعليم للمستوى ديال الحضانه وتوظفت فيه، وبقات حياتي مستمره. كل ما كنت كنتعرف على شي شاب، وبما انني ما كنتش كنسكت وكنشارك كل شيء مع بنت خالتي، فكانت كتحيدو ليا، هي كتحيدو ليا بمعنى انها كتمشي كتعرف عليه. حتى واحد النهار في 2019 وانا عندي 34 سنه، واحد السيد كان مع ولد دربنا شافني نازله من الطاكسي وسول عليا، قالوا ليه بنت عائله اللي هي مزيانه، ما خديتش وقت فين تعرف عليه. عنده 38 سنه، وقال لي بلي انه تيسكن في واحد الدوله اللي هي عربيه، وبلي ما عندوش والديه، وواقع في شي نقاشات بينه وما بين خواتاتو. عندهم واحد الدار اللي هي سفليه صغيره وغير مسدوده. قال لي بلي انني عجبته وغير غادي يعقد معايا، واحد 3 شهور من بعد غادي يجيبني لعندو للدوله العربيه. بطبيعه الحال وافقت، قلتها لدارنا وبدينا كنوجدو، حددنا النهار وما يجيو فيه. جا هو وخوه ومرتو، حيت والديه ما عندوش. والديه وافقوا، داكشي اللي قال لي قالوا الوالديه وافقوا، حيت با كان انسان اللي هو كبير شويه في العمر وكان مريض وكان محتاج باش انه يتهنى عليا ويشوفني بداري وليداتي. حتى انا وافقت، حيت صراحه من صغري كانت عندي ديك الامنيه انني نعيش على برا،
وفاش جا هذا السيد اللي ساكن في دوله اللي هي عربيه قلت فيها خير نعيش انا وياه وندير واحد المستقبل تما مجموعين. من بعد النهار ديال الخطبه دازت شي ايام ودرنا العقد مع واحد الحفيله اللي هي صغيره في الدار ما بين عائلتي وصحاباتي. جابوا لي الدفوع هو وعائلته اللي كان دون المستوى. نقول لكم شنو جاب لي؟ جاب لي عكر نتاع 5 درهم وبواطه نتاع المكياج ديال 20 درهم وحوايج من دوك الفراشات نتاع السواق. جاب لي ثوب نتاع التكشيطه وثوب نتاع القفطان وزوج بيجامات نتاع 60 درهم ماشي ملابس داخليه وصاك وبلغتو كل شيء قديم واللي ما هو قديم صغير. جابوا لي داكشي ماشي نتاع العروسه مع العلم انني كنت كنتقضى غير من الماركات. فاش عاتبته قال لي هادشي اللي قسم الله قضي به نقضي به. واخ شديته جمعته وعطيته لواحد صاحبتي. منين دارنا شافوا هادشي بداو كيعيبوا عليا وتيقولوا لي انت مولفه غير الماركات ومولفه هادشي شتي هو جايب ليك ما كبرش بيا. قلت ماشي مشكل غادي ناخذ فلوسي ونتقضى لراسي داكشي اللي خصني. بالحق ما سكتش قلتها ليه قلت ليه شنو هادشي اللي جبتي ليا وانا عروسه راه ما عجبني والو من هادشي. مع العلم كان مشى هو واخته ومرت خوه باش انهم يتقضاو ليا. المهم تزوجنا وسافرنا والسيد بدا تيقول لي كنتيزي معايا نمشيو لهاد المدينه انا راه ما عنديش الفلوس. ديما بالله يرحمه كان تيقول ليه زعما يعرض علينا باش نمشيو لدارهم ما تيبغيش حتى غادي نتفاجئ بالواقع. بلاتي لقيت السيد بلي انه باغي شي وحده اللي تصرف معاه وانا ما كانش قال لي هادشي في الاول. قال لي شرطي الوحيد انك ديري الفولار ديالك وانا راه قد بك من جميع النواحي. بقى معايا 3 شهور اللي فيها لقيت راسي زربت بزاف وما خديتش وقت فين انني نتعرف عليه اكثر. ما كانش كيعطيني فلوس كان كيقول لي داركم عندهم الفلوس وانت خدامه شري لراسك شنو خصك. كنت نقول ماشي مشكل حنا يلاه بادين. من بعد 3 شهور جا الوقت لانه غادي يمشي فيه مشى وانا خرجت من الخدمه لانه كنت محتاجه انني نرتاح وكنت نقول انا قريبا نلحق عليه فما كاينلاش انني نخدم ورغم انه كان ضد نخرج من الخدمه لانه كان باغيني باش نصرف على راسي. فاش مشى كان كل شهر تصيفط لي 1000 درهم كان ديما تيشكي بلي هو خرج من الخدمه بلي ما عندوش الفلوس وبلي انه حنا راه دارنا ميسورين يتكلفوا بيا. ما كانش تيبغي انه يخسر عليا الفلوس واخا كان عنده كان تيصيفط لي ديك 1000 درهم في الشهر بالكشايف غير بزز. تيقول لي علاش غادي نصيفط لك وانت جالسه في داركم راه دارنا فلان زوجوني بك دابا وليت تحت المسؤوليه ديالك انت اللي تهزني ماشي دارنا. انا مره خدام مره لا. اكتشفت بلي انه ما عندوش خدمه ليا مستقره. بقيت عليه كل مره واش مازال ما جايبنيش عندك. الجواب عنده كان كلشي غالي والطياره غاليه قول لي داركم واش يبغيو يخلصوها عليك. علاش غادي يخلصوها عليا على انت اخويا ماشي راجل. ياك انت كتقول لي في الاول بلي انك قد بيا ودير لي كلشي وتجيبني لعندك ودير لي العمره ونمشيو لهاد البلاصه ولهاد الدوله داكشي كان غير كذوب كان غير تيطمعني. رجعت لخدمتي حيت ما بانش لي بلي انه الجلوس في الدار في مصلحتي. كنبقى غير كنمرض راسي في التفكير. من بعد عام ونص وحنا في نفس الدوامه نتاع انه باع لي الوهم غادي يدخل المغرب قال لي انا جاي واحد 6 شهور ندوز عطله معاك. وهنا بدينا في الصراعات غادي يضحكوا. جاب لي سبرديله ديال البال ونمره كبيره اللي ما جاوش حتى قدي. جاب لي معهم 3 نتاع العبايات وبدا كيقول لي غادي نعطي منهم لختي حيت نسيت ما جبت ليها وبلاتي عفاك كنعطي وحده اخرى لجارتي. في الاخير بقات لي وحده ما هو معبرني ما عطاني قيمه. المهم مشيت عشت معاه في واحد دارهم اللي كان قال لي عليها بلي انا في سفليه حالتها بحيلة ساكنه في كاريان ما قدرتش نولف ولكن قلت نصبر. تخيلوا كان حاط ناموسيه في الوسط والسدادر كانوا في الجناب اللي كان عايش فيهم سراق الزيت. والله العظيم الا حتى بعض المرات كنت كتدخل حتى الضبه عزكم الله حيت كانت الدار سفليه. كنت نقول ماشي مشكل ونصبر معاه واغلبيه الوقت كنت تنخدم وانا اللي كنت تنصرف تنقي الخدامه على برا وندخل للدار نوجد وهو ما كاينش في هذا العالم. واحد النهار كان في رمضان دخل زوج نتاع كفات من التقضيه ومشيت جلست حيت سخفت. شنو هادشي جبتي سير شوف راه محطوط غير تما راه كانوا تقال عليا ما فيهاش لي نوض. بدا كيغوت علاش جبتي هادشي وفين هي الخضره. بدا كيتعصب عليا قلت لي هذا هو سهمي انا اللي مقديه واللي معاوناك ومتقله وفي الاخر كتغوت. شتي يا سيدي المره الجايه والله ما نجيب شي حاجه. المهم بقينا ديما في الصداعات والمشاكل. شويه قال لي غادي نمشيو نكريو شي بلاصه واحده اخرى. قلت لي بلاتي نقولها لخويا راه عنده واحد البارتمان يكريها لينا اذا بغى. قال لي خويا غير خديها بلا كره. فاش عطاها ليا
نطق الزوج الماسون، ايوا خاصك تعاوني ليا باش نشري الثلاجه. ما بانش لك فاش عاونتك في الدار اللي خلاها ليا خويا بلا كرا؟ هادي ما بانش لك اصلا. راني حيدت عليك الكرا، كان كيخلص غير الضو والماء اللي ما كانش كيجي فيه بزاف. ملي شافني تنحاسبو بدا كيجمع راسو معايا. اذا كنتي الشريف غادي نعاونك في كل شيء، شنو هو الدور ديالك انت؟ كان هو معول عليا بزاف لانه دارنا كانوا ميسورين وكان ديما طمع فيهم. ديك المده اللي هو معايا مشى خدم في طاكسي صغيره، وحتى المصروف ما كانش كيعطيه ليا. كنا ديما مضاربين عليه، تيقول لي قضي من عندك ما تيكسيني ما والو. بقينا عايشين بلا ثلاجه بلا تلفازه، حتى سمع بلي انه واحد خوه راه جاي من الخارج ومشى تيشري داكشي كله. كان باع شي ارض هو خوتو ديال الوراثه اللي جاتو فيها شي 4 ديال المليون، غادي يعطيني منها 300 درهم. قلت ليه ديال اش هادي الشريف؟ واش نتكسى بها ولا شنو؟ دخلني وسكت، شديتها وخلص بها غير الموضو والكونسيرج. كان في قمه البخل ديالو وكان سقران. واحد النهار ديتو معايا للعروبيه يشوف با اللي كان مريض وشد الفراش، ديناه تما بالعاني باش انه يرتاح ويبقى بعيد على المشاكل. فاش تلاقى به هذا الزوج الماسون بدا تيقول ليه راه شتي شيرين بنتك؟ ابا الحاج ما كتصليش وما كتعرفش حتى تعمر اتاي. درت فيه قدام بابا وقلت ليه هذا الشيء الله يرحم باك يبقى بيناتنا ما يدخل فيه حتى شي حد. اكتشفت بلي انه مورايا قال لي بلي ما كنتفهموش، ومع الوالد ديالي كان في ديك الوقيته مريض ما قد يقول لي والو، قالها لماما وخواتاتي اللي قالوها ليا. بديت كنغوت عليه اش داك عند با انك تجرأ وتقول لي بحال هاد الهضره؟ اذا ما كنتش كنتفاهم معاك بسلامه عليك صافي، علاش تكون هو الضحيه؟ اخر مره تبقى تدوي عليا عند والديا فهاد الشيء. دازت شي ايام وقال لي صافي جا الوقت فاش انني نمشي في حالي. فرحت وقلت ليه غير سير، حيت انا من النوع اللي مهدن وما عنديش مع الصداعات. مشى وصل وبقيت عليه جيبني عندك جيبني عندك، والو ما بغاش. كل مره كان تيدير لي واحد العذر اللي هو في شكل، كان بيناتنا غير الواتساب، حتى لي زابيل ما كان، حتى المكالمات بالفيديو ما كانوش. وراكم عارفين بهذه الطريقه كيموتوا المشاعر، وما كيدير على قبلي حتى شي حاجه، وما باغيش يدير، كيتسناني ديما انا ندير. تيسولني واش درتي ديك القرعه؟ صايبي بروجي ديالك. هو من النوع اللي معول عليا وديما تيشكي، واخا عنده الفلوس تيقول بلي ما عندوش، وديما تيقول راه الغلا. تخيلوا ورغم ذلك كله حوايجو غير من الماركات، وشاري طوموبيل كيف دايره، بغادي يتزاد عليه الحال. واكتشفنا بلي انه عنده ورم في الدماغ، وطاح لينا في رمضان نتاع داك العام، عيينا ما ندوزو ليه. وتيقولوا لينا بلي انه عنده ورم كبير في الدماغ اللي عنده 3 سنين. با مسكين غادي مرض بزاف وكان تيغيب لينا كل مره. دخلنا في واحد الدوامه المده ديالها شهرين ونص نتاع المعاناه. با اللي كان من اطيب خلق الله غادي تصاب ما بين ليله وضحاها بزاف ديال الامراض. كنا ديما غاديين جايين للكلينيك. في ديك الوقيته وفي عز الازمه ديالي كنت نقولها لهذا الزوج الماسون، ما كانش مسوق ليا. حدوسي صيفط لي ميساج ويقول لي كيف بقى الحاج؟ عمرو ما عيط ليا ولا عيط لدارنا باش انه يسول فيا. تخلى عليا بكل بساطه وسهوله، ورغم انني كنت ديما تنحاسبو علاش ما كتعيرش، علاش ما كتسولش في دارنا، علاش ما كتسولش في خوتي؟ دارنا اللي ما كتخواش من القريب والبعيد، وانت حتى التليفون ما كتقدرش تهزو. زايد ناقص ما كانش كيجاوبني. من بعد العيد الكبير باسبوع نتاع داك العام غادي يموت ليا با، غادي يعزيني في السيمانه الاولى وغير باوديوهات في واتساب. ما عيط ليا ما عيط لدارنا، من تما ما بقاش كيسول. دازت شهرين والو، مشيت للعروبيه درت كسيده ما في خبار والو، ما سولش. وانا نعيط على خوتو قلت لهم شوفوا قولوا لداك فلان بلي انا غادي نطلق منه، عمرو ما كان معايا، عمرو ما واساني ولا كان ليا سند. لقيتو اصلا هو مشكي ليهم مني وتيقول لهم بلي انا تنشوف غير الفوق وما صابراش. المهم غير تيخربق عليهم وتيخرج في كلام اللي هو دون المستوى. انا صافي وصلت بلي انني باغا غير نطلق منه، ما بقاش مستحملاه حيتاش مطيح مني وما محترمنيش وما محترمش عائلتي. قررت نطلق حيتاش تخلى عليا فوقتها اللي هي صعيبه بزاف، اللي فيها فقدت با اللي كنت قريبه منه بزاف. كان عندي في وسائل التواصل وكان تيشوفني فاش كنت تلوح كلام اللي تيبينوا على ان المعنويات ديالي طايحين تحت الحضيض وبلي حزينه ولكن لا حياه لمن تنادي. وهنا فين قررت انني نطلق نهائيا. غادي نمشي ندفع الاجراءات نتاع الطلاق اشتقاق، بغيت نسمح في كل شيء، باغا ناخذ غير براتي. كان جنيت من العمره ما جاش يدوي معايا ولا يقول لي اجي نتفاهموا، لا جانيش انا المحكمه تيكذب عليهم. انا ما درت حتى رده فعل من غير انني تنضحك وتنقول هذا يلاه جاي من بيت الله وتيكذب والله يخلصك. المحامي قال لي ما تسمحيش بحقوقك، غادي نرفع عليه الدعوه على النفقه اللي ما كانش كيعطيها ليا من واحد المده. وقف عليا وقال لي يا كلشي باغا تسمحي فيه. قلت ليه كنت غادي نسمح، اما دابا فاش عرفت شنو كتسوى
ما كاينش سماحه. خرجت لي 10000 درهم ومازال ما عطاهاش ليا ليومنا هذا، حيت فاش مشى عنده العون القضائي بدا كيشكي عليه وقال لي عندي دابا غير 5000 درهم. قال لي المحامي اذا ما عطاهمش غادي ندفعوا المحضر باش انه يتشد. هاد الفلوس باقي ما خديتهاش لحد الان وما غاديش نسكت عليها، واخا انا في غنى عليها، بغيت نخرجو من عين ليبرا باش يتعلم ما يتفلاش على بنات الناس. من بعد مده خرج لي طلاقي ورجعت لدار خويا ومشيت عشت مع دارنا كيف الاول معززه مكرمه. هذه هي حكايتي، والخلاصه منها او العبره هي كالتالي: اللي شراك شريه، واللي باعك صدقيه. هو ما شرانيش وانا اللي كنت ديما هز راسي براسي وهز عليه بزاف ديال المسؤوليات، ما كانش راجل معايا ولا حتى ولد الناس. وفي الاخير انا عارفه بلي انا هو اللي خاسر، لانه اللي ما كانش هو عارف انه بالله يرحمه خلى لي انا وخوتي خير كبير اللي عمرو يستاهل يعيش معايا فيه. نزلت المستوى ديالو وما قدرش هذا الشيء. داكشي باش من الاحسن اي وحده بغات تزوج تزوج بشي واحد اللي المستوى المادي ديالو بحالها او لا اكثر، لانه اذا نزلتي ليه او لا ضحيتي وتسامحتي ربما داك الشخص ما غاديش يدير لك قيمه الا من رحم الله. اي وحده كتسمعني ما تبقاوش غير كتعطيو، قلبوا فين تاخذوا باش تقدروا تسقيو ريوسكم وتعطيو من جديد. عطيو وقت لريوسكم في التعارف باش تجربيه واش قابل للتعايش، واش كيحترم، واش يكون قاد على المسؤوليه. انا الحمد لله اليوم عايشه بخير، خدامنا باش نتلا في وقت الفراغ، ودارنا ما مخصصني من والو مع الخير اللي خلى لي با. ارتحيت نفسيا من علاقته المسمومه اللي ديما كان فيها غير تيشكي وما قاد على حتى شي حاجه. واخا اليوم تيجوني عروض نتاع الزواج وما كنقبلش، لانه تنقلب انني نكبر براسي وندير قيمه لراسي وما نمشيش رخيصه، واللي بغاني يقد بيا. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه شيرين يا ساده يا كرام، اللي اظن انه منها عدد، غير هو الفرق انه شيرين ناضجه. واخا ما حلتش عينيها في الاول لكن فهمت بلي انه اللي ما احترمهاش وما قدرهاش ما كاينلاش انها تبني مع عائله، والحمد لله انها ما بناتش مع عائله. هذه كانت حكايه اليوم، كنتمنى تكون نالت اعجابكم، وكيف العاده استفدتم منها شي حاجه، وما تبخلوش على شيرين لتحت بالتعليق ديالكم الجميله اللي كتريح الارواح. دمتم في حفظ الله ورعايته. سلام سلام.